السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ أوقاتكم كل خير. طبعا أخوان الكرام، يعني حبيت أسوي لكم حركة جديدة بالتسارع، حبيت أحط خلفية كذا شوي أكشن. طبعا أنا ماني بصراحة من المجموعة ذيك، لكن يعني حبيت أسوي لكم حركة حلوة. طبعا أخوان الكرام، نصيحة قبل لا تمشي بالسيارة، اربط حزام الأمان وقر دعاء الركوب وتوكل على الله. هذه نصيحة من أخوكم لكم، وإن شاء الله الله يحمينا من الحوادث ويحمينا من كل شيء. حط خاصية سبورت، نحول الجير اوتوماتيك لوضعية سبورت لأنه برضو يقلب الجير الحالة.